اهلا وسهلا وصباح العسل صباح الورد لكل حدا عم يشوفنا من خلف شاشه التلفزيون الاردني. صباحاتكم حلوه بحلاوه قلوبكم وبحلاوه الجو الباريسي بالخارج. اهلا وسهلا فيكم من جديد وبتجدد لقائي معاكم وبرنامج المطبخ. احنا مكملين معاكم اليوم وحلقه يوم الاحد. هلا تقريبا في اجواء امتحانات في بيوتنا، عندنا اولاد صغار، عندنا كبار، عندنا جامعات كليات، غالبا في اجواء الامتحانات. فعاده ما السيدات بهالاجواء بتلجأ لموضوع الطبخ اللي ما بتاخذ وقت لحتى تفضل تدرس عيالها او حتى تقوم بباقي واجباتها المنزليه. اليوم بدنا نعمل انا وياكم صينيه ستيك، ولكن الستيك رح نقطعه بحجم راس العصفور لحتى يعطي بركه اكثر. وصفه سريعه فيها فيتامينز بقدر عالي جدا، فيها نشويات، فيها كالوريز، فيها بروتين، كل انواع الفائده رح نحطها بصينيه واحده. كل واحده من الخطوات رح ننفذها على حده، وبعدين انا وياكم رح نحطها بالفرن وناكل صينية ستيك مع الخضار. غير شكل نكهتها صراحة كتير زاكية، اللي بدوقها بفكر إنه شغلتها صعبة، بس هي امتزاج النكهات بطرق سهلة وخطوات مختزلة صراحة رح يعطيك نتيجة كتير طيبة، بالإضافة إلى سلطة دجاج البافلو، ورح نقدمها شوي مع شعرية الأرز المقلية، نوع من أنواع التقديم بالإضافة إلى نوع من أنواع الشعرية اللي بدي أعرفكم عليها. فإحنا بمطبخنا الكريم عادة ما أنا بكون هدفي الأول والأخير أقدم معلومة أهم بكثير من تقديم الوصفة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نكون معكم من خلال الاتصالات المباشرة عبر الهواء مباشرة، بالإضافة إلى تطبيق الوصفات خلال ساعة، وبعده إن شاء الله كمان أكيد بشرفنا يكون معنا شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، يعني طحين وإسميد الجمال. كثير ناس عم يبعثوا لي على السوشيال ميديا وعلى المسجات الخاصة وين ممكن نلاقي طحين الزهرة الجمل والسميد، موجود بكل المحال التجارية، هو منتج غذائي قديم كتير بالسوق الأردني، حتى كمان بتم تصديره للخارج بكواليتي عالي جدا، وفي منه طحين اللي هو متعدد الاستعمالات بالإضافة إلى طحين القمح. السميد فيه الفرخة والوسط والخشن، فاللي إحنا بنقوله أنه رينج كبير عندهم، بالإضافة إلى المعكرونة والنودلز من جوستو، بالإضافة إلى وجود قهوة نجدية. قهوة نجدية اللي بيسألوني الستات أنهم شافوها بالسوق، ولكن طريقة استخدامها نفس المغلف، بتفضيه بلتر من الماء بتخليه يغلي على الغاز، بعدها أنا رح أعملكم إياها مباشرة. هي القهوة الشقراء اللي إحنا بنحكي عنها القهوة الخضراء، نجدية نسبة إلى نجد بالمملكة السعودية الحبيبة. خلينا نشوف أنا وياكم مقادير صينية الستيك مع الخضار. رح نعملها مع صلصة الكاجون أو الكيجن سوس بالوايت سوس، صراحة نكهة كتير قوية وكتير سهلة. خلينا نشوف المقادير لنطبقها أنا وياكم مع بعض إن شاء الله تعالى. المقادير على الشاشة لتحضير صينية الستيك مع الخضار وصلصة الكاجون الكريمية. بدنا قطع ستيك مقطعة بالإضافة إلى قطع زبدة وزيت نباتي، بصل مفروم ناعم كيوبس، ثوم مهروس فريش، ملح وفلفل، بهار ستيك خشن، إن وجد ما في بنحط بهار مشكل، كليل الجبل، روزميري، بالإضافة إلى البهارات الإيطالية ميكس إيطاليان سبايسز، بالإضافة إلى البابريكا الخشنة إن كانت حلوة أو حارة أو مدخنة، 2 معلقة كبيرة من ورشتر صوص أو ورشستر صوص حسب ما أنتم بتلفظوها زي ما بدكم، هي صلصة خاصة للحم. الخضار رح نستخدم بطاطا بيبي عشان ما يكون فيها مرار مع قشرها طبعا، مسلوقة وبعدين بنحمرها، زيت زيتون وزيت نباتي عشان نعمل الخضار سوتيه، بروكولي مسلوق على البخار عشان يضل لونه أخضر، فلفل رومي ألوان مثل ما هو رح نعمل سوتيه بسيط، بهارات الكاجون أو الكيجن، بابريكا، ملح وفلفل، ثوم وبصل بودرة. صلصة الكاجون اللي بتزبط لكل أنواع صواني اللحم، أو إذا بدك مع المعكرونات فيها لحمة مفرومة، اللي هي نص أصبع زبدة يعني 50 جرام، 2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي، 2 كوب من الفريش كريم اللي للطبخ خاصة، نص كوب من جبنة البارميزان تشيز المبروشة، 2 أو معلقة كبيرة من عصير الليمون، بالإضافة إلى ثوم مهروس فريش، ملح وفلفل، بهارات الكاجون، أعشاب إيطالية خشنة، ثوم وبصل بودرة، موزاريلا وشدر مبروش للتقديم. نعم هي شوي طويلة، ولكن انتوا شوفوا الوصفة معاي مباشرة رح تكون مقابلكم، صراحة تختلف تماما عن المقادير. يعني احنا عادة الستات لما نشوف الوصفة فيها أكثر من صفحة خلص بنقول صعبة وما بدنا إياها. الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة، ومتابعين إحنا معاكم من خلال البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هلأ أنا هون إيش بدي أعمل؟ بدي أعمل
كسرول للحمة، ورح نحكي عن اللحمة بشكل خاص، تمام، بالإضافة إلى كسرول خاص للخضار. وبعد ما نشوف الخضار رح نحكي عن الصوص الأبيض. هاي جهزنا الكسرول. هلأ لما إحنا بنحكي قطع ستيك بيروح بالنا على قطعية لحم غالية. صراحة موضوع الستيك ما بزبط مع اللحم البلدي واللحم اللي إحنا بنحبه في بلادنا. الستيك بده لحم مستورد، فعندك إفريقي وعندك نيوزلندي وعندك استرالي بالسوق. هدول الثلاثة بتبقى فاكيوم مبرد مش مجمد، تيجي هيك علبة فاكيوم بكيس مصحوب منها الهواء، هي وسوائلها الدموية معاها. هلأ أنا بصراحة أخذتها الإفريقي، موجودة بكل المولات، وليلو أعطيني المبرد مش المجمد. اللحمة زي الفستق هيك بتنسل معاكي، فأنا أخذت صراحة في الأنجوس في الريب آي. أنا جبت قطعية الريب آي من اللحم الإفريقي الفاكيوم المستورد، قطعتها. ممكن تقطعيها ستيك قطع دائرية، وممكن تقطعيها راس عصفور. أنا صراحة بقطعها زي ما بقطعها في بيتي، بدي إشي يبرك، إشي يبين في الصحن، وإشي كمان يكفي عيالي بالبيت. لذلك أنا شو عملت، قطعتها بهذا الحجم اللي هي بحجم راس العصفور. لذلك إذا عندك أنت ريب آي أو عندك ستيك كان به، ما عندك تقدري تستخدمي لها الوصفة قطعة عجل بلدي، عجل بلدي، تمام؟ هلا انا شو سويت، حطيت عليها نقطه مي وشويه مطيبات من الهيل الحب من ورق الغار، وقلبتها شوي على بخارها لما شوي طريت معي. هلا بدنا نحضر احنا للحمه كالاتي. بدنا نستخدم زبده. هلا الزبده حطيتيها مع اللحمه او حطيتيها مع الوايت صوص، المهم في زبده بالطبخه، تمام؟ فانا بحب احطها صراحه مع اللحمه لانها بتعطي نكهه للحمه غير شكل. بما اني انا حطيت زبده فورا بلحقها بنقطتين من الزيت النباتي كرمال ما تنحرق معي، تمام هيك. وراح ننزل عليها عرق كليل الجبل فريش. كليل الجبل هي عشبه موجوده ببلادنا بكميات، عشبه عطريه بتنكه، بس صراحة دايما الأخضر أقوى من اللي هو المجفف كتير. بس بدك تغسليها منيح لأنه بين الأوراق دائما بحشر أتربة بكمية كتير كبيرة، لذلك غسلناها كتير منيح. عرق واحد بكفي، رح أنزله على المادة الدهنية عشان تسحب السوائل الزيوت العطرية الموجودة فيها. فهلأ قبل أما تطبخي أي إشي رح تبلشي تشمي ريحة كليل الجبل. كليل الجبل هو نفسه روزميري، هو نفسه حصلبان، فهي مسميات لنفس العشبة. صباح الخير يا إكرام. ألو؟ ألو؟ أهلاً وسهلاً. صباح الورد لأحلى شيف بالعالم. حبيبتي من بعدكم، أهلاً وسهلاً. قولي يا إكرام. أول شيء بدي أحكي ألف ألف مبروك للشعب الأردني. نعم. بمناسبة عيد زواج سمو الأمير، الله يهني الشعب الأردني وسيدنا وجيشنا وأمننا واستقرارنا. الله يديم الفرحة على الأردن يا رب. يا رب، اللهم آمين. وكل عام وإحنا بألف خير، الشعب الأردني وسيدنا وكل الشعب بخير بعيد الاستقلال يا ست علاء. نعم أكيد، وأنت بخير وصحة وسلامة. أحلى شف بالعالم حبيبتي، الله يسعدك ويديمكم ويديم الأفراح على الجميع يا رب. أهلا وسهلا ست الكل. طيب هلأ هون أنا صراحة كان نزلت البصل عم بدبل فيه، ما رح أطول عليه كتير. إذا أنتوا شايفين أنا حطيت إشي زي المعجون، هذا معجون التوم، هذا اللي فيه إشي هيك زي شعيرات، هذا معجون الزنجبيل. بتروحي، نعم أشكركم، بتروحي على المول، هذا يعني سر من أسرار الطبخ. التوم الفريش والبصل الفريش ما بغني عن نكهة معجون التوم ومعجون الزنجبيل. هلأ في بالسوق معجون توم وزنجبيل مع بعض، أنا بفضل كل واحد لحال جيبي. هذا موجود بالرف اللي عنده الصوصات بالمولات، بتروحي بتلاقيه بمرتبنات معجون توم وزنجبيل. هذا الشغل لصواني الستيك والأطباق الغربية بيعطيك شغل مختلف تماماً عن نكهة الفريش. فأنا حطيت بصل فريش وحطيت توم فريش، بس كمان حطيت هذا المعجون. فأنا هون عم بعمل خليط يعطيني إغناء كتير عالي لنكهات اللحم. بعدين رح ننزل اللي هي اللحمة، وفي عنا البهارات والورشستر صوص. هو مش صويا صوص، هاي شوفي شكله، في بيشبه الصويا صوص بس هو مكتوب عليه ورشستر صوص او ورشتر صوص، حسب ما انت بتلفظي، حسب السبيلنج عندك، حسب ما انت بتحبي. فهذا خاص للحم. هذا الشغل 30% من نكهه اللحم، خصوصا ان كان ستيك. فاحنا ايش بدنا نسوي، عم نقلي الخضار، عم نقلبهم
على الهدى. تمام، بدي اجيب البهارات احمصها زي ما تعودتوا علينا. بهاراتنا خشنه ودائما بنعمل لها صدمه بدرجه حراره الماده الدهنيه. اذا احنا بنحكي بشيء علمي مش موضوع بهار والسلام. فراح نحط شويه فلفل اسود، احنا لسه عند الستيك. فلفل اسود ما راح اكثر كثير، راح احط شوي من ملح الكسيح. وصباح الخير يا جميله. صباح الخير يا سعداء. اهلا اهلا اهلا، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا بالحلوين، نورت والله. ما شاء الله اديت كويسات وكل الاكلات الطيبات. حبيبتي اهلا وسهلا فيك، من وين بتحكينا يا جميله؟ والله من عجلون، احنا من باعون يعني. يا سلام، الحب الحب، اهل عجلون. الله يحفظك. واحنا كل يوم بنتابعك يا ست علاء. ستي كل يوم بنتابعك. الله يسعدك ويطول عمرك يا رب. قولي ست جميله، معك احنا. ومن هن الامير حسين وابونا سيدنا. نعم. اخونا. نعم. وهذا والله اي مناسبه اني بعلي العلم دائما اني. نعم حبيبتي القلب، الله يسعدك ويطول عمرك يا رب. اهلا وسهلا. اذا انتم ملاحظين انا شلت كليل الجبل، سحبت منه الزيوت العطريه، كل ما ضل على النار اكثر كل ما اعطاني مرار، لذلك بتخلص منه مباشره ما بستنى عليه. اذا احنا خليناه دقائق بس، رح نتلفه مباشره. نزلت البهارات، ملح وفلفل، ميكس من البهارات الايطاليه، بهار مشكل، بهار ستيك اللي موجود، بهار بدك زعتر ناشف بصير. معنا كمان اتصال، ورح ننزل اللحمه مباشره. صباح الخير يا ام اصيل. صباح النور، كيفك شف؟ اهلا باهل الاصل والجود. الله يخليك يا ربي. بدي اول شيء ابارك بعيد الاستقلال وبزفاف سمو ولي العهد. نعم، كل سنه وانتم سالمين جميعا يا رب. وانت سالمه يا رب. هسه في عندي سؤال بالنسبه للحمه. للحمه؟ اللحمه اوقات كثيره مثلا ما حدا بيعمل عزومه او شيء فبيزيد شوي بتحطيه بالفريزر. بحس الطعم بيتغير، يعني بتحسي انه بس تعيدي طبخه او تحطيه بطبخه ثانيه الطعم ما بيطلع يعني زي ما اول مره سلقتيها. انا مش فاهمه شيء، بس انت قلتي طعم اللحمه يتغير، صح هيك؟ بحكي لك انه اوقات بيكون عندك عزومه فبتسلقي كميه لحم كبيره. صح. فلما بيزيد شيء بنحطه بالفريزر. صح. بس نحطه بالفريزر بتغير طعمه، ما بيضل طعمه زي ما كان اول مره ما سلقتي. ام الاصيل يا جدعه، كلامك سليم 100%. هلا بنقول شو الحل. ابشري ستي. يلا. طيب هون حطيت ورشستر صوص، معلقتين كبار. شوفي شو عملت تغليفة مباشرة، بطفي الغاز، ما بدي الغاز يضل شغال، رح تكمل في داخل الفرن. أم الأصيل كان عندها عزومة وزاد عندها شوية لحمة وراحت حطتها بالفريزر، ولما أجت تطبخ ثاني مرة شعرت بأنه النكهة مختلفة. اللحمة ست الكل فيها سوائل دموية، السوائل الدموية بتضل في داخل أنسجة اللحم، بالتالي لما انت بتحطيها بالفريزر بتتجمد. بعدين هي يا ريت بس طعمها بتغير، كمان لون اللحمه بتغير. قبل ما نحفظ اللحمه بالفريزر بدنا ندعكها بمي وملح. طلعي على المي شو بصير فيها بالكسرولة او بالبوله، تصير المي معاكي حمرة، فانت سحبت السوائل الدمويه ورح تلاقي لون اللحمه زهي وصار لونه كتير حلو. بس هذا هو، وصفيها كتير منيح، خليها بالمصفاه يتصفي منيح وعلى الفريزر، وان شاء الله امورك طيبه. تمام. هلا احنا شو راح نسوي؟ بدنا نعمل الخضار سوتيه. راح ننزل فلفل رومي اصفر، فلفل رومي احمر، الاخضر ما راح اشتغل فيه ابدا، بمرمر على الفرن او بدرجه الحراره. وكمان راح انزل البروكولي اللي عملته انا على البخار. شوفي كيف له من الساعه 7 على طاوله المطبخ، ابدا ما صار لونه لا اصفر ولا بني، والسبب بانه أنا عملته على البخار، فعملنا صدمة بالبخار للمادة الخضراء واحتفظنا فيها. هلأ أنا بدي أعملها شوية سوتيه مع شوية بهارات. سوتيه يعني تشويحة بسيطة. البطاطا جبتها أنا بيبي من الصغيرة، هلأ موجودة بالسوق ومش غالية، بقشرها بتغسليها كتير منيح من الأتربة. بعدين حطيت عليها ملح وفلفل وبابريكا، وطبعا سلقتها. بعد ما سلقتها حطيت عليها بهارات وشويتها بالفرن، أو بتشوحيها على الغاز، بس أنا ما شوحتها على الغاز صراحة عشان ما بدي إياها تشرب زيوت كتير، خليتها زي ما هي. ها شوفي طلع، طلع ما احلاها، ماسكه حالها. قشرتها على فكره كثير حلوه، البيبي بتكون قشرتها كثير حلوه على امها فما بتمرمل معاكي، فاحنا بنغسلها كثير منيح. ملح وفلفل وبابريكا وزيت،
بعد ما سلقتها حطيت عليهم وبعدين شوحتها. هلا هون الخضار رح احط فلفل اسود من الكسيح بالاضافه الى الملح، وطبعا الكسيح في عندهم كثير من المنتجات مليئة الاسواق بالاول وبالثاني واللي هو اهم شيء متوفره سعرها للكل، بالاضافه الى انه كمادة جودتها عالية. رح نحط شوية بابريكا، إذا زيت زيتون، زيت زيتون كسرته بشوية زيت نباتي، منه إشي أخف على معدتي ومنه فائدة متجانسة، ملح وفلفل، زعتر ناشف والبابريكا الخشنة. لما تشوف الزيتات اختفوا فورا تطفي الغاز، خلص بكفي. هلأ البطاطا عندي ممكن أنا أمزجها معاهم بس لحتى تأخذ النكهات. في عندي شوية موزاريلا وتشيدر تشيز مبروش على جنب، بالإضافة إلى عندي خلطة الوايت صوص اللي هي الصوص الأبيض. هلأ هون عندي أنا جاهزة لأنه حكينا بدها تفوت على الفرن، فلازم أنا إيدي تضل ميزان، حرام أخسر كل الطعمة والفائدة كمان. هلأ هون الوايت صوص صراحة سهل جداً، نزلي الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. بدك تحطي توم باودر أو معجون أو بصل بصير، بس إحنا خلص حطينا مع اللحمة فما بدنا كتير يعني نضيع كل هالنكهات، كتير هيك بصير في عندي أوفر بالنكهات، فخلص بكفي. حطينا كمية وفيرة مع اللحمة. بعدين رح أنزل بارميزان تشيز أو الجبنة البارميزان المبروشة عشانها غالية، تروحي على الدلي بالمول، الدلي اللي هي التلاجة تاعت الجبنة واللبنة والزيتون اللي بالوزن، قولي له عبي لي بدينار زي ما أنا بشتري على قد حاجتي، مش مضطرة أشتري المبكت الغالي، فأنا بشتري على حاجتي، بشتري هدول تقريبا دينار ونص يعني كوب عشان طبختين، فإحنا هون رح نحط نص كوب، يعني هون دول تقريبا بدينار بطلعوا علي مثلا. هاي البارميزان تشيز رح أحركها على درجة حرارة الغاز، رح تبلش تدوب معاي. بعدين بهم نقطة هاي بجوز أول مرة تمر عليكي، مع صواني لحم الستيك الغربية معلقة كبيرة من عصرة الليمون لكل 2 كوب من الكريمة، تمام؟ فنوعا ما الأطباق الغربية بفوت فيها بعض المكونات إحنا في مطبخنا الأردني ما بنستوعبها، يعني كريمة طبخ وليمون شوي بعيدة، بس هي بتروح على الليمون صوص مع الوايت صوص عادة ببعض الأطباق. بلشت تتقل معاي. هلأ هون أنا بصراحة رح أحط شوية بابريكا، إشي بسيط، وكمان زعتر ناشف أو بهارات إيطالية، وكمان فلفل أسود. لاحظي أني أنا ملح ما قربت، ليش؟ لأنه الخضرة عندي مملحة، اللحمة ملحها صح الصح بسبب وجود البورشستر صوص وحطيت ملح، فما رح أقرب الملح نهائيا، خضرتي مملحة، إذا إحنا ما بدنا يصير الأكل مالح فما حطيت ملح. حركناهم مع بعض بهالشكل هيك. هلأ بنروح بنجيب، بس مجرد ما تتقل معي تبلش تدوب معي الجبنة، وهي مش زي الموزاريلا ما بتدوب على الآخر. بهالخطوة رح نجيب صينية حلوة مناسبة للفرن، فيك تجيبي صينية فخار، جرانيت، بس أنا بفضل نفس الصينية تكون مرتبة كرمال أنت تقدمي فيها طبقك. اللي رح يصير كالآتي، رح نجيب الخضار، بسم الله الرحمن الرحيم، بدون ولا إشي، ما تدهني ولا إشي، زيتها منها فيها، الخضار فيها سوائل فما تحطي ولا إشي، بس طبقيها على بعضها. حطينا الخضار صح؟ رح نوزعها بالتساوي بالطبق تبع التقديم هالشكل. بعدين رح نجيب الموزاريلا والتشيدر. أنا ما عم بعمل جراتان، ما عم بعمل صينية بشاميل، فالجبنة هالمرة داخل الطبق مش على الوجه، على الوجه رح يكون عندي الوايت صوص بالإضافة للحمة، فرح نحط الموزاريلا بهالشكل بالتناوب بالإضافة للتشيدر. ما بتحبي تحطي بتشعري انها غاليه زي ما بدك، بس حكيت لك انا بشتريها بالوزن كرمال اقضي خاطري وهيك واعمل لاولادي بس ما اتكلف. حطيت تشيدر. هلا هون بهالخطوه رح نروح نجيب اللحمه ونحطها وين؟ فوق طبقه الجبنه. يلا هاي لحمتنا
وزي ما اتفقنا رح ناخدها هي وخلطتها. أنا ما عملت اللحمة بس مقلاية، بدي النكهة اللي معاها بأسفل الطبق، فرح نكون حريصين جداً إنه نسحب كل إشي موجود بالمقلاية. فرح نوزع قطع الستيك، برجع بأكد إنه مو شرط تجيب ستيك أو ريب آي أيا كان، لحمة راس عصفور هالموجودة عندك نعمة وفضل، تقدر تطبقي الطبق وتتدللي كمان. نحطها فوقها. هلأ كل نكهات الورشستر صوص، البهارات، التوم، الكليل الجبل، كله هلأ بينزل عندي على هالخلطة. بتحب تحط عرق كليل الجبل مثلا مع الوايت صوص كمان بصير، بس خلاص ما بدنا إحنا نبالغ بالنكهات. نرجع بنوزع باقي الخليط بهالطريقة، وبعدين رح نجيب الوايت صوص ونحطه مباشرة على الوجه. ولاحظي أنا لا حطيت مي ولا إشي، ليش؟ اللحمة عندي مستوية، الخضار عندي سوتيه، البطاطا مستوية، إذا أنا مجرد 10 دقايق بالفرن غلو بس هيك تتجانس مع بعضها. شايفة كيف تقلت بهالشكل؟ هذا هو المطلوب. رح نروح نوزعها على اللحمة والخضار بالتناوب، بس هذا هو المطلوب. يعني أنا ما بديها حتى أصلاً تعمل كفرينج كتير كبير. برجع بقول لك مش صينية بشاميل، هذه شيء مختلف تماماً. نرجع بننزل باقي المكونات على فرن درجة حرارة 200، 10 دقايق بالكتير، ربع ساعة، وبتقدميها إشي كتير زاكي. لو سألتيني إيش بتقدم جنبها، هي لحالها من بالها، لا بدها رز ولا بدها معكرونة، وطبق صراحة متجانس، كمية النشويات والبروتين والكربوهيدرات فيه عالية ومناسبة، فبكفي نقدمها لحالها. بعد الفاصل بس أحطها بالفرن، بعد الفاصل رح تشوفوها معاي وتشوفوا قديش هي كتير طيبة. الخضار ضلت معاي ماسكة حالها بس كمان مستوية وأمورها تمام، مش رح أكل خضار ني. فاصل ورجعين، خليكم معنا. ورجعنا من جديد، بدنا نطلع الصينية من الفرن، ربع ساعة ثلث ساعة بالكثير بس، مش أكثر ولا أقل. وزي ما حكيت لك اخترت نوع من أنواع الصواني عشان أقدم طبقي زي ما هو. وتشوفي، بدي تشوفي بعينك، أنا ما حطيت سوائل نهائيا، تشوفي بعينك قديش في نسبة سوائل في الطبق. طبعا هاي سوائل الخضار بالإضافة إلى سوائل اللحمة. خليني أرفع لكم شوي. هلأ صارت هي بتميل لصلصة الفطر اللي بنستخدمها مع شرائح الستيك بالمطاعم، فهي نوعا ما، ولكن مع بهارات الكيجن. هاي البهارات الخشنة، شايفيتها المنقطة، هاي بهارات خشنة. فخليني أرفع لك أنا جزء من الخضار مثلا. أنا عم بطول حبة بروكولي لونها أخضر، عرقها واضح. البروكلي دائما يا بقلب بني يا بقلب اصفر بالطبخ، مسلوقه مستويه وفاتت فرن، ولكن زي ما انت شايفه، شايف البهارات الخشنه كيف هيك بتضل مشخصه على لقمتك وطعمها زاكي. صراحه من الاطباق الكتير طيبه. اذا ما عندك بطاطا بيبي فيكي تعملي ماش بوتيتو او اللي هي البطاطا المهروسه، بتطلع كتير طيبه. وبعدين احنا اكيد بما انه حطينا كليل الجبل فراح اقدم معها عرق من كليل الجبل بالاضافه الى شرائح من البصل الاخضر الكيرلي. معنا اتصال. يا ام كريم صباح الخير. يسعد هالصباح، يسعد هالصباح ويسلموا هالايدين. الله يسعد هالصوت، نورت يا أم كريم حبيبتي. ما يبلو ما يبلو، زدتي فرحنا فرح، انت اصلا فرحنا. نبقى نستناكي بس نشوف علا ايش بدها تعمل اليوم. حبيبتي انتوا البركه يا امي، بنتعلم منكم والله. والله مبسوطين بوجودك، مبسوطين ببلدنا، مبسوطين يا رب لك الحمد، مبسوطين بزفاف اميرنا. الحمد لله ربنا يتمم بخير، وانت اللهم امين، انت كمان بتكملي وبتزيدينا فرح يا ربي. دائما ايامكم حلوه، كل الشعب الطيب الكريم يستاهل الافضل دائما. شكرا يا ام كريم، نورتينا ست الكل. صباح الخير يا ام علي. ربي حب نور النبي يا ربي، كيف عليه الصلاه والسلام، كيف حالك؟ والله مشتاقين. الله يسعدك يا ربي. اشتاق لك مكه يا رب، اهلا وسهلا، نورت امك محمد اجمعين يا ربي. عليه الصلاه والسلام. شوف علا، بدي اسالك شو الفرق بين الزعفران الريش والعصفر؟ هلا بنحكي. حاضر يا ست الكل. امرك هلا بنجاوبك، ابشري.
العصفر والزعفران هم نبتتين مختلفات، يعني زي ما أنا بحكي أم علي وعلا هم أشخاص مختلفين. الزعفران هي من نبتة الزعفران، والعصفر هو من الكركم لما بتجففوا بياخدوا الزهرة من فوق. هلأ العصفر ما بيعطيك طعم زعفران، بس يعطيك لون أصفر، الزعفران زعفران. فهذا هو الاختلاف، هما نبتتان مختلفتان تماما. طبعا احنا رح نحط جزء من البصل الاخضر الكيرلي لانه حلاوته بتروح مع الاطباق اللي انا عاملتها، وخصوصا ان كان معاي اللي هي قطع من اللحم. صباح الخير يا دلال. صباح الخير يا عمري. اهلا وسهلا بالحلوين، نورت والله. وجودك منوره، والله الشاشه منوره بوجودك يا وجود الطيبين. شرواك ستي، كيفك؟ يعطيك العافيه. انا منيحه الحمد لله، الله يسعدك، عافي عمرك. يعني كل ما بتعملي طبق شهي انا بتمنى اخذ صحن صراحه. يي حبيبتي الله يسعدك، مكانكم والله، اهلا وسهلا فيك باي وقت. والله العظيم انك فعلا يعني شف على الراس حبيبتي. الله يسلم راسك يا رب. قولي. الف عافيه حبيبتي. بس نهني الامير حسين بالزفاف. نعم. الله يتمم له على خير يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. وفرحة الشعب كلها هاي الحمد لله رب العالمين. نعم أكيد، الله يتم عليكم جميعا ويفرح الجميع يا رب حبيب. وإحنا بنفرح لما نشوفك صراحة، يعني تعملي لنا بهجة هيك في البيت في الحياة، جد كثير إحنا بنحبك ونعزك والله يا حبيبتي. الله يسعدك ويعز مقدارك يا رب ويقدرنا جميعا وما نقصر إحنا وكل فريق العمل أكيد. أهلا وسهلا فيكم يا أمر، نورتينا. تمام، إحنا هيك قدمناها مع عرق من إكليل الجبل، قدمناها مع شوي من البصل الأخضر، بالإضافة لقطع من البندورة، ولوجود مثلا اللي هي طعمة اللحم، بالإضافة إلى نكهة البارميزان تشيز. أنا تقلت الجبنة بزيادة مع الكريمة، فبالتالي راح تعطيني طعم الدسمة. هلأ هي من ناحية دسمة دسمة الستيك، يعني أصلا نسبة الماربل فيه يعني واضحة اللي هي نسبة الدهن، فبالتالي أنت عم تاكلي إشي دسم، لو أكلتي مرة بالشهر بكفي. يلا رح ناخد أنا وياكم هلأ مقادير لتحضير سلطة البافلو، تشيكن أو دجاج البافلو، ورح نقدمه بطريقة تقديم.